اجتماعية أتبناها أحد المواطنين بمساعدة أصدقائه للعمل على جمع التبرعات وتنفيذ حملة إنسانية لتقديم المساعدة للفقراء وذوي الدخل المحدود، فضلا عن حملات أخرى لتعليم المهن الحرة للعاطلين عن العمل. لم يعد سكان منطقة حي العدل أو المناطق المجاورة لها أو كل من يسلك شارع الربيع يهتم أثناء الليل في حال حدوث طارئ أو خلل لعجلات سيارتي، فمحمد صاحب محل سيارتي لخدمات السيارات يترك أدوات ومعدات العمل خارج محله بعد إغلاقه ليلا. إحسان يقابله إحسان، أدوات بسيطة يسخرها محمد لخدمة اجتماعية كبيرة تتلخص بترك أدوات عمله متاحة أمام الجميع في أوقات لا تتوفر فيها هذه الخدمة. أسباب إنسانية هي من دفعته لهذه الخطوة، وأخرى تتعلق بتقوية الوشائج المجتمعية وبيان مصداقية مجتمع يتهكم البعض عليه أو يعتقد متهكما بأنه خال من الثقة والمصداقية. خلينا صوندا وأدوات اللي هي تساعد أنه يصلح البنشر بنفسه، اللي هي الفتيلة و السنارة مالتها والمي والإسفنجة، اللي ذني الأدوات البسيطة اللي ما تتعدى 5000 دينار ممكن تساعد فد 20 شخص على أن يكمل تايرة أو يكمل الضرر اللي صار عنده ويتوكل على الله. مبادرة حلوة هاي، في شيء عمل خير منه هذا لهالناس، هاي بعد الدنيا بخير عمي، هاي بعد هذا فشي فضل منه للعالم. هذا واحد يجي بنشر بالليل ماكو هو عاطل ويا عالم، فهو بخدمة هاي العالم، هاي خالة في سبيل الله ماتي ما ياخذ الجور عليها ان شاء الله كامل. ولو على قولته المثل لو خلية قلبت بعد الناس بخير عمي، بعد كل شيء بخير ان شاء الله بخير البلد هذا. مجانا في بغداد هي المحطة الاولى للعمل الانساني التي انطلق منها محمد ومجموعة من اصدقائه قبل مبادرته هذه، إضافة إلى أعمال إنسانية أخرى تتمثل بوجود 3 سيارات تعمل على جمع تبرعات وأغراض وتوزيعها على الفقراء وذوي الدخل المحدود وتعليم المهن الحرة للعاطلين عن العمل. مشروع مجانا في بغداد اللي هو يمكن أكبر جروب اليوم بالعراق، بغداد، ذي قار، كربلاء، هواي محافظات، نينوى، كركوك، كل هاي عندنا بها جروبات. هو هذا شنو جت فكرته؟ كنا نبحث عن موضوع ترابط مجتمعي. اليوم حتى هذا الموضوع الصوندة والهذا فقط نبحث عن انه كيف نزرع إيجابية. بغداد للصبح من ضمن حملات محمد التي يعمل عليها لإحياء محال وأسواق بغداد التجارية ومولاتها ومتنزهاتها حتى الصباح، التي لامست النجاح من خلال إعلان بعض المحال التجارية العمل بنظام 24 ساعة. من بغداد جابر جمال، قناة الرشيد الفضائية.